السلام عليكم ورحمة الله. معادنا النهاردة مع بعض نشرح غرزة جديدة من غرز إيتيكو. هنشرح غرزة من غرز الأجور. الغرزة خطواتها سهلة جدا، عدد سطورها قليلة. لو حبينا نتكلم عن العينة، عندي العينة بتتكون من مضاعفات العدد 5 زائد 2، يبقى أنا هضاعف العدد 5 زي ما أنا عايزة أبدأ بالشغل. كمان بعد كده بزود غرزتين. الغرزتين اللي بزودهم دول بيكونوا من العينة مش من غرز الحافة، يبقى لازم أزود الغرزتين فوق مضاعفات العدد 5. بالنسبة للغرزة، ده شكلها من الأمام. شكلها من الخلف بيكون بالشكل ده. سطور الخلفية بتعتمد على شكل الغرزة، يعني لو أنا شايفة الغرزة عدل هشتغلها عدل، شايفاها مقلوب هشتغلها مقلوب. أساس شغل الغرزة عندي في السطور الأمامية، وبتعتمد على تقسيمة معينة هنشوفها مع بعض. بالنسبة لعدد السطور بيبقى 6 سطور بيتكرروا من السطر الأول حتى السطر السادس. يبقى العينة بتتكون من مضاعفات العدد 5 زائد 2، عدد السطور عندي 6 سطور. بسم الله، هنبدأ مع بعض وهنشتغل السطر الأول من السطور الأمامي. من أول هنا هنبدأ نكرر 5 غرز. هنشتغل أول غرزتين هيكونوا عندي بالغرزة المقلوب، بعد كده هشتغل غرزة عدل، هنعمل لفة وهشتغل رمز SSK، هنسلت غرزتين، هدخل الإبرة الشمال في الغرزتين، هاخدهم مع بعض 2 عدل مع من اللفة الخلفية. كده عندي ال5 غرز كده انتهوا. هيتكرروا ال5 غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس على الإبرة الشمال، هشتغلهم بالغرزة المقلوب. هكرر مرة تانية معاكم ال5 غرز، هنشتغل 2 بالغرزة المقلوب، غرزة واحدة عدل، هعمل لفة هشتغل رمز SSK. هكرر للمرة التالتة ال5 غرز، هشتغل 2 بالغرزة المقلوب، غرزة واحدة عدل، هنعمل لفة وهشتغل رمز SSK. يبقى انا كده كررت معاكو العينة، كررتها 3 مرات، بتكرروها زي ما انتوا عايزين لغاية ما يتبقى عندكو غرزتين بس على الابرة الشمال. هنشتغلهم ازاي؟ نشتغلهم بالغرزة المقلوب. وبكده ينتهي عندي شغل السطر الأول. احنا بننفذ الغرزة على خيط متوسط السمك بإبرة 4.5. الغرزة تنفع لخيط متوسط السمك أو خيط رفيع. السطر التاني من السطور الخلفية، وبرضو هيتكرر معايا 5 غرز. هشتغل أول غرزتين بالغرزتين العدل، بعد كده 3 غرز بالغرزة المقلوب. هنكرر ال5 غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس هشتغلهم بالغرزة العدل. يفضل ان انتم ما تتعبوش نفسكم في تقسيمة السطور الخلفية. السطور الخلفية مبنية على ان انا ببص للغرزة، الغرزة العدل بشتغلها عدل، الغرزة المقلوب بشتغلها مقلوب. تقسيمة كلها والتركيز كله بيبقى في السطور الامامية. يبقى مرة تانية، السطر التاني 2 عدل 3 مقلوب، ال5 غرز بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس، الغرزتين دول بشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى آخر غرزتين بشتغلهم بالغرزة العدل. وبكده شغل السطر التاني كده عندي انتهى. السطر التالت من السطور الأمامية، وفي السطر دوت هزود على العينة عندي غرزتين. هنشوف مع بعض. هنبدأ من أول هنا، هنكرر 5 غرز. هنشتغل 2 بالغرزة المقلوب، هنشتغل غرزة واحدة عدل، هنعمل لفة وهشتغل غرزة
عدل. بعد كده هعمل لفة وهشتغل آخر غرزة هتكون عندي عدل. يبقى أنا كده اشتغلت 5 غرز زادوا غرزتين، يبقى أنا في السطر الثالث بزود على العينة غرزتين، هيصبح المجموع 7 غرز. هكرر معاكم مرة تانية، هنشتغل 2 بالغرزة المقلوب، بعد كده هشتغل غرزة واحدة عدل، هعمل لفة وهشتغل غرزة عدل، هعمل لفة وهشتغل غرزة عدل. يبقى كده ال5 غرز عندي انتهوا. هنكرر المرة الثالثة، 2 بالغرزة المقلوب، غرزة واحدة عدل، هنعمل لفة وغرزة واحدة عدل، لفة وغرزة عدل. يبقى كده أنا كررت معاكم ال5 غرز، كررتها 3 مرات، بيتكرر على حسب ما احنا عايزين. هنختم السطر بغرزتين بالغرزة المقلوب. يبقى أنا عندي السطر الثالث هو السطر الوحيد اللي أنا بزود فيه غرزتين، بيكونوا عندي بس في السطر الثالث. السطر الرابع من السطور الخلفية، وهنشتغله على حسب ما احنا شايفين الغرزة، أو لو حابين العدد يبقى هنكرر 7 غرز، 2 بالغرزة العدل، 5 غرز بالغرزة المقلوب. يبقى احنا بنكرر في السطر الرابع 7 غرز، ليه؟ لان احنا زودنا في السطر الثالث غرزتين على العينة، يبقى هما دول ال7 غرز اللي بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس على الابرة الشمال، بشتغلهم بالغرزة العدل. هنكرر مع بعض تاني ال7 غرز، هيكون اول غرزتين عدل، بعد كده 5 غرز بالغرزة المقلوب. هكرر للمرة الثالثة، 7 غرز، 2 بالغرزة العدل، 5 غرز بالغرزة المقلوب. وبكده أكون كررت العينة 3 مرات، بنكررها لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس على الإبرة الشمال، هشتغلهم بالغرزة العدل. وبكده ينتهي عندي شغل السطر الرابع. شفنا مع بعض تقسيمته وشفنا طريقة شغله. السطر الخامس هنحاول نرجع العدد الأصلي زي الأول. هنشتغل من أول هنا وهنكرر، هنبدأ ب2 بالغرزة المقلوب، الغرزتين دول هناخدهم 2 عدل معا، غرزة واحدة عدل، هنشتغل الغرزتين دول رمز SSK. يبقى أنا كده نقصت الغرزتين اللي زودتهم في السطر الثالث، ورجع عندي العدد الأصلي وهو 5 غرز بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزتين، بشتغلهم بالغرزتين دول، بشتغلهم بالغرز المقلوب. يبقى أنا كده هكرر معاكم المرة التانية، هنشتغل 2 بالغرزة المقلوب، هاخد الغرزتين مع بعض 2 عدل معا، غرزة واحدة بس عدل، رمز SSK. هنسلد غرزتين هناخدهم بالإبرة الشمال 2 عدل معا من اللفة الخلفية. هكرر للمرة التالتة، 2 بالغرزة المقلوب، 2 عدل معا، هدخل الإبرة في الغرزتين مع بعض واخدهم 2 عدل معا، هشتغل غرزة واحدة عدل، رمز SSK. أنا كده خلصت وكررت معاكم النموذج 3 مرات، بيتكرر لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بشتغلهم في الغرزة المقلوب. وبكده يكون عندي السطر الخامس كده انتهى، رجعنا العدد الأصلي اللي احنا بدأنا بيه الشغل. وصلنا للسطر السادس. السطر السادس عندي من السطور الخلفية، شغله بالضبط زي شغل السطر التاني.
هيبقى 2 بالغرزة العدل، 3 غرز بالغرزة المقلوب. هيتكرروا الخمس غرز لغاية ما يتبقى عندي غرزتين بس، هشتغلهم بالغرزة العدل. ما ننساش ان احنا جينا زودنا غرزتين في السطر الثالث، ورجعنا في السطر الخامس نقصناهم ورجعنا العدد الاصلي اللي احنا بدأنا بيه. كده عندي العينة بانتهاء السطر السادس يكون العينة عندي سطورها عندي انتهت. لما بحب اكرر بكرر من السطر الاول حتى السطر السادس. وبكده يكون السطر السادس عندي شغله انتهى. وبانتهاء السطر السادس يكون عندي العينة كده انتهت. انا اشتغلت كمان 6 سطور مرة تانية، يعني كررت السطور مرتين، وده الشكل النهائي. وبكده يكون عندي العينة كده انتهت. اشتغلنا مع بعض وشوفنا تقسيمة السطور الأمامية. السطور الخلفية ليها تقسيمة، بس يفضل ان انتوا تشتغلوا على حسب ما انتوا شايفين الغرزة. بيتكرر نموذج العينة على حسب ما انتوا عايزين العدد الغرز اللي هتبدأوا بيه الشغل. عندي كمان السطور بتتكرر من السطر الاول حتى السطر السادس. وبكده يكون عندي نموذج العينة كده انتهى. ارجو ان يكون الشرح واضح والفيديو ينال اعجابكم وتنفذوا الغرزة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.